السلام عليكم يا صيادين السبع بحور، اخبار ما عليكم ايه ولا ما عليكم الكلام ده في الساقعه دي؟ كان في حديث بعض الزملاء استفسروا عليه، اللي هو ناخد ايه معانا في رحلات الصيد وما ناخدش ايه معانا، وهل الحاجه دي كتيره وهل الحاجه دي قليله. النهارده هنتكلم على الموضوع ده مع بعضينا في دردشه في الجو البارد ده مع شويه يوستافاندي برتقال، مش هعرف اعزم عليكم في اللحظه الحاليه. طيب بسم الله نبدا. ايه الاول؟ امتى ما اطلعش اصطاد؟ في اي وقت هيكون الجو ضدك ما تطلعش تصطاد، في اي وقت انت في ظروف صحيه مش مساعداك ما تطلعش تصطاد. دي القاعده الاولى. طب وما اطلعش اصطاد امتى؟ ما اطلعش اصطاد لما لقيتش طقم محترم، واسف اللفظ. بمعنى ايه؟ ما اخدش معايا ايه بقى وانا طالع اصطاد؟ ما تاخدش معاك الواد سوكه النتن، انهي اللي بياكل من نص الطبق ده بايده، ده ما يلزمكش. واللي روح نايم لك ايه على ظهره كده حاطط رجل على رجل بالشبشب في صباع وعمال يتنك على خلق الله لان هيبوظ لك الرحله كلها. طيب وما اخدش معايا ايه تاني وانا طالع اصطاد؟ الواد اتش مظلات. مين اتش مظلات ده بقى؟ يا ابن خالي، يا ابن عمي، يا بلدي، ليا مكنه معاك بقى وزود لي سنين. لا، الكشك اللي في البحر هناك بيقفل، فالله يرضى عليك خليك معاك حاجه. انا عن نفسي بعمل كده. اول حاجه انا ما اقدرش اقول المفروض، لان ما فيش حد يفرض على حد حاجه، كل بني ادم ليه عقله وبيتصرف بمعرفته. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده دون هي عرض وجهه نظر شخصيه، لك كامل حريه الاختيار تتقبل او ترفض وجهه النظر دي وتطلع انت تعمل اللي انت عايزه. طيب يبقى الحاجات اللي احنا هنقول ان احنا بناخدها معانا او ما ناخدهاش معانا دي من تجارب شخص، قد تكون التجارب خاطئه بالنسبه لشخص اخر، انما احنا ايه بنتشارك في وجهات النظر. ماشي. طيب يبقى انا عن نفسي ما بحبش اطلع مع ايه مع الناس دي. طيب وما اخدش معايا ايه ولا ما اطلعش مع مين تاني؟ ما اطلعش مع واحد انا سبت بوست الجر بتاعتي او حكت معاه ودخلت جوه لقيته راح رافعها في الخباز، ده لا يؤتمن. ما اطلعش مع واحد مره طلعت معاه بصيت لقيته فتح العده بتاعتي الشنطه من ورا، دول ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ما ينفعش تطلع مع واحد كل شويه عمال يفتح ايس بوكسات الناس يشوف مين جاب ايه ومين ما جابش ايه. انا من الناس اللي بتحب ايه؟ اطلع في حالي، بمعنى كان الواحد عم مركب وكانك لوحدك عم مركب، اعمل اللي انت عايزه ما تضايقنيش وانا اعمل اللي انا عايزه ما ضايقكش. اتفقنا؟ طيب نبدا بقى نشوف ايه اللي هياثر على تجهيز الحاجه اللي انت بتطلع بيها. من وجهه نظري انا تجهيز الحاجه اللي انا بطلع بيها عندي حاجتين، لسته ضروري ولسته لازمه. بمعنى ايه لسته ضروري ولسته لازمه؟ اللسته اللازمه يبقى معناها لو نقصت ما ينفعش اطلع الرحله. طب واللسته الضروري؟ ممكن اطلع الرحله ومن غيرها بس هتاثر على الاداء او على طعم الرحله. طيب ايه الليسته اللازمه؟ لو عندي اي ظروف صحيه خاصه زي الضغط او السكر او نوبات كذا او نوبات كذا، طيب دي اول حاجه هتحطها في شنطه رحلتك. وعشان كده دايما انا بفضل اعمل ايه؟ اعمل ليسته لحد ما اتعود عليها، وبعد كده ايه؟ خلاص ابقى ماشي عليها بورقه، حتى الحاجات اللي باكلها وبشربها. طيب من الحاجات اللازمه اللي ممكن تكون ضرورية في أيام بس لازمة في أيام تانية، كمية المية مية الشرب اللي أنت هتطلع. من الحاجات اللازمة لو أنت متعود على مركب 20 متر وبعد كده هتركب في لوكا 12، يبقى أنا أرجح لسيادتك إن أول رحلة تطلعها معاك دواء بتاع دوار البحر لحد ما تجرب نفسك، وبعد كده يبقى ضروري يخليه معاك. ليه؟ لان ممكن دور التهاب في الاذن الوسطى او دور برد صغير كده هو يبوظ لك الدنيا والرحله هتبقى ايه. من الحاجات الثانيه اللي انا بحطها لازمه وضروريه، اسال نفسي سؤال وانا بحط حاجتي وبجهزها، دي نقصت باظت الرحله يبقى دي من اللازمه ولازم تطلع لها. نرجع ايه اللي احنا قلناه. طيب من العوامل المؤثره ثانيه في الرحله، عدد ايام الرحله، ده هيفرق معاك في كمية الحاجة اللي هتشتريها والعدة اللي انت هتشتريها. اصل انت لو طالع 6 ساعات 12 ساعة مش هتجرب بقى كل طرق الصيد اللي نزلوها ايه في الدنيا والاخرة، وايشي بوبينج وايشي جيجينج وايشي معرفش جر وايشي فر وايشي مر. الصلاة على النبي، هي العملية 6 ساعات فالله يرضى عليك، احنا عايزين نجيب سمكتين نروح بيهم للعيال. انما لو هي يومين وثلاثة
اها يبقى نمرة واحد المدة الزمنية اللي انت هتقعد فيها في الرحلة. نمرة اتنين موقع الرحلة هيكون فين؟ يعني اما نيجي نتكلم على ايه؟ الزعفرانة وراس غارب والحتت الجميلة دي، انت ممكن تملى تلاتة أربعة ايس بوكس حتت صغنونة كده. ماشي، يبقى نمرة واحد لازم أفكر فيها كمية السنون الصغيرة بتاعتي. نمرة اتنين أوزان الرصاصة اللي هشتغل بيها. نمرة تلاتة سماكة الشعر اللي هشتغل بيه 35-40%. طلعت جوه في الجنوب شوية في الغردقة، وأنت طالع معايا الغردقة أخرى والدفرة دي، يبقى هنتكلم على 50% دي وسن إيه؟ واحد بتاع بونجز أو 0-1، وأخلي سنين كبار. يبقى الموقع هيفرق معايا جدا في اختيار إيه؟ المعدات بتاعتي. يبقى يفضل قبل ما تطلع الموقع ده ان انت تستفسر من الناس اللي طلعت قبل كده، او تخش على النت تشوف صور الناس بتجيب ايه، تسمع الناس بتجيب ايه، اصطادت ايه، الميه دي شغاله بناء على ايه، الطعم اللي ايه اللي شغال عليه، الميه دي بتاكل كتير ولا لا. انا افضل دايما، افضل انا كانسان ان انا اخد طعم زايد، فلو ايه لو اتاكل كله يبقى خير، لو ماشي ما فيش سمك اه انا بجيب الطعم طازه ابقى انا اكل منه بدل ما اكل من السمك اللي اصطاد، بس ما ياثرش معايا. طيب من المؤثرات التانية في القرارات اللي هتقفل بيها شنطة العدة بتاعتك كل حاجة، في أنهي موسم؟ الشتاء غير الصيف. في الشتاء هنلبس حاجات معينة، في الصيف هنلبس حاجات معينة. دي يعني بعض الناس بيقول لك إيه؟ لا بلاش كلام الفلسفة ده، لا 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 أنا أقول لك إن كلام الفلسفة ده وان بيجيب ضربة شمس، أنا هقول لك هتلاقي ودانك بالصلاة على النبي بقت بني وهتقشر في أيام كده، أنا هقول لك إن القفا هيستوي من الهواء، هيبقى في حاجات صعبة أوي. من الحاجات التانية اللي هي بتأثر معاك على على ايه العدة اللي انت هتاخدها، النشاط. الرحلة يقول لك ايه دلوقتي بقى بيشرطوا بعيد عنك كده، ايه يقول لك اصل الرحلة دي جر فقط وجيجينج فقط وبوبينج فقط والتسقيط اذا افتكرناه. ماشي، يبقى العدة بتاعتك دي هتفرق معاك، يبقى انت مش هتكتر عدة التسقيط او كذا. طيب ايه تاني بيفرق معاك في النشاطات بتاعتك؟ قدراتك الجسدية وقدراتك ايه في الخبرة في الصيد. يعني ما راحش زي ما هو طالع اليومين دول روح رايح شاري لي عده جيجين كده هو ب 7 و8 و3 و7 و4000 جنيه. طب انا ممكن اجيب مكنه انتريفيرس كويسه ب 200 جنيه 250 جنيه وحته بوصه برده ب 200 300 جنيه وهتقضي لي الليله مع اربع خمس جيجات وماشي حالي يا نجم وتبقى زي الفل، وادي الطقم كله قفل 1000 جنيه ويبقى زي الفل، ويمكن كمان 600 700 وماشي حالي قضيت نعمه. طيب تفتح بقى، انما اول لما تيجي تخش في البدايه خالص وتعور نفسك، طيب وهتبقى طول الرحلة هتموت وتجيج، هتجيج على روحك يا كبدي. طب ما ينفعش كده، يبقى ايه بناخد الرحلة. تعال نبص بقى بالراحة كده هو انا باخد معايا ايه، واحتمال كبير جدا في الفيديو بتاعنا ده هنقسمه ايه على فيديوهين عشان المدة الزمنية اللي بنقدر نحملها على اليوتيوب. نبدأ الاول بالحالة بتاعتي الصحية انا كإنسان، هنعتبر ان احنا هنطلع في رحلة طويلة شوية. افضل دايما ان يكون معايا دايما واحد من انواع المراهم اللي هي ايه، لو اتمزقت او كتفك وجعك او بتاع من كتر الجيج او الايد او الريست او الظهر، فانا افضل دايما مرهم من مراهم ايه اللي هو بيرخي العضله او بيريح العضله او بيريح الالم بتاع العضله. انا مش هقدر ارشح لك نوع معين من المراهم دي، انا احبذ قبل ما تطلع الرحله تطلع مستوصف كده جميل، تدخل على دكتور الباطني وتفهمه انا طالع رحله يا نجم في البحر واحتمال اتعرض ايه لضغوط كتير. نمرة واحد أنا عايز دواء لدوار البحر، نمرة اتنين أنا عايز مرهم مسكن للآلام لو حصل لي إيه تمزق عضلي أو شد عضلي، ظهري من القعدة الهواء جه في ظهري معرفش كتفي، الحاجة دي على فكرة ممكن تشوف إن المنظر ده إيه ده كلام فاضي، لا 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 مش كلام فاضي بعد 48 ساعة أو 72 ساعة من تكون بتعمل مجهود. يبقى نمرة واحد أنا أفضل إن أنت تعمل زيارة لواحد من المستوصفات بناء على كلام دكتور، ما تاخدش أي ماركة أنا هعرضها، الماركات اللي أنا هعرضها من الأدوية دي قد تكون غير ملائمة للسيادتك، إنما أنا أفضل دايماً يكون معايا أنبوبة مرهم للعضلات أو الإصابات الرياضية، إن ما نفعتنيش هتنفع واحد من الزملاء بدل ما ينكد على نفسه رحلته ويبوظ، إنما الماركة إيه؟ خليها معاك أنت الدكتور. يبقى نمرة واحد أنا أفضل يكون معانا مرهم. ماشي، سيبنا إيه من المرهم. نمرة اتنين مسألة دواء مضاد للدوار ده بالنسبة لي قبل أي حاجة في الرحلة. طيب أنا بيجي لي دوار كتير، لا أنا ما كانش بيجي لي دوار ومرة جال لي التهاب في الأذن الوسطى، أوقات يجي لي دوار وأوقات يجي لي مربعات أوقات. طيب يا سيدي، طب أنا هعمل إيه؟ أنا مش هبوظ الرحلة. من الآخر خالص أنا باخد الكلام ده احتياطي أنا كإنسان، وبخلي معايا علبة نيلة جميلة مقفولة سعرها رخيص، ممكن حد من الزملاء يقول لك تعب عنده دور برد أو معرفش إيه. يبقى نمرة اتنين
حالتي الصحية لازم احافظ عليها، لان خد بالك انت على المركب محدش هيقدر ينقذك غير نفسك. ما يلزمكش تطلع مع العيال الروش الله يرضى عليك، مين تاني ما باخدوش معايا زي اللي احنا اتكلمنا عليهم، الزملاء الجمال اللي احنا اذكر رحلة جميلة طلعت معاها بعض الشباب كده، كانوا معاهم حاجات من دي بس ما كانتش بتاع اللي ورا البحر، معرفش كانوا بيخشوا الكابينة كل شوية، روح كلهم ما تعرفش بيعملوا ايه مع بعضيهم، بيضربوا حاجة من الحاجات الجميلة دي شوية وتبقى مزيكا صراخ وعويل، ويقولوا يا الحتة دي جديدة قوي امان وبتاع ما اعرفش ايه، وينسوا الصوت خالص بالظبط 5 دقايق وتسمع مزيكا بس ما تسمعش حد، وتخش تلاقيهم كلهم نايمين على الكنبة، ربع ساعة نص ساعة وتلاقيهم كلهم قايمين تاني، ايه اللي بيحصل ما اعرفش. بس انا هسألك سؤال، لو المركب دي اتقلبت في المية مين هيساعدك؟ اعتقد ان دول برضه ما تطلعش بيهم البحر. فانا نرجع تاني لدور البحر، ايه تاني انا محتاجه؟ محتاج حاجه للمعده، مش هحدد مركب بقى، في ناس ولا انت نال ما انت نالش ما اعرف، اسال دكتور لان ممكن حالتك انت الصحيه تخلف عن حالتي انا الصحيه. هنرجع تاني، هل ده لازم؟ انا افضل ان تنتهي مده صلاحيته في شنطه العده بتاعتي، انما ما يكونش معايا لما ادور عليه، يعني معناها يكونش معايا في الشنطه لما اتعب. طب احتمال اتعب المعده ليه؟ خد بالك ان ايديك هتتلوث بنسبه 900% من اشي ماكريل منتي، مش اشي سردين ايه، من اشي السكينه مش نظيفه، من اشي الكوبايه مش نظيفه ايه على المركب. يبقى لو الحاجات دي بجنيهات يا جماعه بس بتفرق كتير جدا ان الرحله تكمل معايا ولا لا. ماشي؟ طيب ممكن يكون معايا مسكن الام؟ ممكن يكون معايا مسكن الام. ممكن احتاجه؟ ممكن احتاجه. ضروري؟ بخلي معايا حاجه من اللي هي الحاجات اللي هي قانونيه اللي الدكتور بيقولها لك، بروفين، دورفين، معرفش ايه، الدكتور اللي هيحدد مش انا الجرعه النوع يناسب حاله حضرتك بناء على الدكتور الباطني اللي هيحدد لحضرتك. يبقى دلوقتي انا بحاول اوصل ايه للحاله البدنيه اللي تسمح لي، من فضلك حاول تاخد قسط كافي من النوم ما بين وقت للتاني، ما تنامش 10 12 ساعه على المركب، نام دايما ساعتين ساعه ساعتين ساعه ما بين الاوقات، لان انت ما تعرفش ان ممكن ظروف سيئه تحصل معاك ولا لا، هتحتاج ان انت تكون بحاله جيده. ما تنسوش ان البحر هو افضل مكان يتمتع بامتهان البشر، وهو المكان الوحيد على وجه الكره الارضيه الغير قابل للهزيمه. ما بتطلعش مع ناس مختلين، ما بتطلعش مع ناس مجانين، ما بتطلعش مع ناس مبرشمين، لان انت ما تعرفش امتى لوح يفك من المركب، ما تعرفش امتى الموتور يفصل. اعذرونا بالكهرباء اللي فصلت مش الموتور. اوكي هنوقف دلوقتي دقيقة ونرجع نكمل الفيديو عشان التوقيت. اشوفكم بعدين.